جميع شخصيات الحوار من وحي خيال المؤلف، وأي تشابه بينها وبين الواقع فهو صدفة لا أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات عليكم زملائي وزميلاتي دفعة المنابيز. أحدثكم اليوم من ملتقى علماء العمارة، طبعا بما أننا أشطر طلبة في الكلية ومرتبين والحمد لله وامتيازات ما شاء الله، حبينا أن نقول لكم خبرتنا في أيام التسليم المفترجة. انتقيت 3 من علماء الهندسة المعمارية في القسم، طبعا وأنا معهم يعني، وضعت بعض المعايير لاختيار العلماء. أولا تيجي تصحيه من النوم وإحنا عندنا امتحان يقول لك مش هروح، تروح نايم جنبه على طول. يوم ما تحب تلاقيه في الكلية تستناه على البوابة من الساعة 2 للساعة 4 مساء، إلا لما يكونوا في لجنة واحدة بيكونوا إيد واحدة وبيخرجوا مرة واحدة، مجتهدين جدا. طيب ومعنا دلوقتي أول العلماء، ده عالم بحاول أصحيه ليه 3 سنين مش عاوز يقوم. إيه سبب نوم حضرتك؟ والله يا باشمهندس أنا بحب العمارة بس هي ما بتحبنيش، بحاول أقرب لها بس هي اللي بتبعد، وانت عارف يا باشمهندس إن محدش بينجرح قوي إلا ما يحب قوي. لا إله إلا الله، عميق عميق قوي الباشمهندس، متأثر. طيب طيب إيه النصيحة اللي حضرتك تحب تقدمها من سريرك لدفعتنا؟ أحب أقول للعمارة، وبرغم البعد الباعد بينا هجيبك، عارفة ليه؟ عشان أقتلك يا خاينة يا واطية، متي أنا آسف. لا إله إلا الله، لا إله، أنا كمل نوم، أنا آسف جدا، كمل نوم، حد يغطيه يا جماعة. طيب معنا هنا دلوقتي تاني العلماء، أحد العلماء المطربين جدا. معلش يا جماعة مطرب أيوة أصله عليه. طب يوم ما تحب تلاقيه أيام التسليمات بتلاقيه على بعد 400 كيلو بس، طيب نحب نسأله إيه السبب اللي يخليك تهرب أيام التسليمات؟ لا هو الحقيقة أنا مش بهرب، هي اللي بتهرب مني. الله لا بتهرب منه. طيب بما انك جاوبت على اول سؤال بصراحه شديده، يعني عاوزين نعرف ايه سر دخولك قسم عماره. بص حضرتك، بما انك احد العلماء انا مش هخبى عليك، انا فجاه لقيت نفسي قاعد في وسط طلبه حوالي 45 طالب كده، ولقيت واحد جنب مني بيستظرف، مش فاكر حاجه اسمه عزب كده تقريبا، بيقول لي انت ليك في الحلوق؟ فكان سؤال جرحني بصراحه. تاني واحد لقيته بيلعب بنجات كده وبتاع، ما عجبنيش الحقيقة. لا إله إلا الله، لا إله. طب بما إن ليك في الحلوق يعني، طب إيه النصيحة اللي تحب تقدمها لدفعتنا غير طبعا موضوع الحلوق، يعني إيه النصيحة بتاعتك؟ في موسم التسليمات ده أكيد ما فيش غير حل واحد بنلجأ له طبعا، هو التأجيل يعني. فيش مجتهدين الدفعة كلها مجتهد، تحب تأجل جدا الدفعة. طيب معنا دلوقتي آخر سلالة العلماء المحبين جدا للامتحانات، ونحب نسأله إيه سبب حبك الشديد قوي للامتحانات دي؟ من كتر ما هو بيحبها يا جماعة بيطلع منها أول واحد. طب إيه سبب حبك للامتحانات؟ يا جماعة الامتحانات دي امتحانات دنيوية، يعني امتحانات دنيوية حقيرة، مش شرط نركز معاها، المهم إن احنا نبقى كده، مفيش حاجة تفرقنا أبدا. لا إله إلا الله، إيد واحدة يعني. طب تمام، طب تمام. طب إيه النصيحة اللي حضرتك تحب تقدمها لدفع أو لا بلاش نصيحة، أنت ما عندكش أي نصايح أكيد. طب إيه السبب؟ لا بلاش بلاش السبب برضو. طيب تحب تقول ايه لأي حد كان عاوز يخش هندسة بني سويف؟ احب اقول له اهرب يا ولد، اهرب. اهرب اهرب يا ولد. طيب طب تحب تقدم ايه للكلية ككل بقى، بما انك حضرتك منسق الدي جي عندنا في الملتقى، يعني ايه ايه اللي إيه الاغنية تحب تقدمها لنا؟ والله انا احب اهدي لهم الاغنية العظيمة دي، انت عاوزه مني ايه؟ بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزه مني ايه؟ ما انت خلاص حبيت تغيري، انت خلاص حبيت تغيري، روحي للي حبتيه يلا.